علي علي عايز اقول له حاجه، عايز اقول حاجه لعلي يا سامح. علي 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 جون هايل جدا، راح منتخب مصر وكان موجود في انبي قبل انضمامه للنادي الاهلي، وجون ممتاز جدا. وانا في رايي الشخصي يعني لا يسال اطلاقا عن الاهداف الاربعه الا باستثناء يمكن الهدف الرابع شويه، يعني رايي الشخصي، انا مش مدرب حراس مرمى يعني، لكن رايي الشخصي ان هو لا يسال لا على الهدف الاول، صعب جدا، الهدف الثاني صعب جدا، الهدف الثالث بينالتي يعني. انت جول رائع جدا، ممكن في بعض الاوقات البدايات ما بقولش ان انت تكون مش موفق فيها، ممكن الحظ فيها ما يخدمكش شويه، لكن مش مشكله البدايات، المهم الاستمراريه. انا مقتنع تماما بامكانيات علي لطفي، مقتنع تماما ان هو لا يتحمل او اي جزء من الاهداف اللي دخلت مرماه في مباراه الاتحاد السكندري، باستثناء يمكن ممكن يبقى له 25% من الهدف الرابع يعني. تمام، هو لاعب ان احمد الالفي هيستلم الكوره، احساس الشخص كده، فحاول ينقض على احمد الالفي، اول ما يستلم احمد الالفي يكون هو قدامه على طول، احساس الشخص يعني. لكن انا رايي الشخصي ان هو جول رائع جدا 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 جدا، محدش يظلمه ابدا ان في مباراه الاتحاد السكندري هتبقى احسن واحسن 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 واحسن، انا متاكد من كده يعني.